اجتياح انفصاليين لمباني حكومية شرق أوكرانيا يلقي بظلاله على جلسة البرلمان الأوكراني التي عقدت صباح اليوم في كييف. فبينما أعلن رئيس البلاد الانتقالي بأن الانفصاليين ستتم معاملتهم كإرهابيين، شدد زعيم حزب الشيوعيين بيترو سيمونينكو في مداخلته على ضرورة الاستماع إلى مطالبهم، داعيا القوميين الأوكرانيين إلى عدم إلقاء اللوم عليهم لكون الأحزاب القومية في أوكرانيا حسبه قامت بنفس الشيء لإسقاط يانوكوفيتش. مداخلة سيمونينكو استفزت أعضاء حزب اليمين المتطرف سفوبودا الذين دخلوا في ملاسنات مع زعيم الحزب الشيوعي وأعضائها، لتتحول بعدها الملاسنات إلى شجار عنيف ستبقى أروقة البرلمان الأوكراني شاهدة عليها.